تحت قبة مبنى احتضن خيوط النور الأولى لفجر الحياة السياسية بتبدأ الحكاية. دبت الحياة النيابية بمفهومها الحديث أرض المحروسة سنة 1866 لما أنشأ الخديوي إسماعيل مجلس شورى النواب كأول برلمان منتخب بيملك اختصاصات نيابية، ومنه اتطور البرلمان المصري لشكله ومقره الحالي في وسط القاهرة، واللي تم بناؤه بعد ثورة 1919 ووضع دستور 1923 عشان يكون أقدم مؤسسة تشريعية في الشرق الأوسط. مجلس النواب الحالي بيتكون من 596 عضو بيمثلوا كل فئات الشعب، منهم 568 تم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر واللي بيتم تحت إشراف القضاء، أما باقي الأعضاء فبيعينهم رئيس الجمهورية بما لا يزيد عن 5%. أما عدد لجانه فهم 25 لجنة نوعية متقسمين حسب اختصاص كل لجنة. كل لجنة من اللجان النوعية معنية بمهمة أو أكتر من مهام واختصاصات مجلس النواب، واللي أهمها توليه سلطة التشريع وتعديل الدستور بجانب إقرار السياسة العامة للدولة. إقرار المعاهدات والاتفاقات من أهم اختصاصات المجلس اللي ساعدت بشكل كبير في توسيع دائرة علاقات مصر الخارجية، وده أدى إلى مزيد من الاستثمارات والمشاريع الدولية المشتركة. جهود مجلس النواب في الست سنين الأخيرة ساهمت بشكل مباشر في الإصلاح الاقتصادي اللي حصل في مصر وعزز قدرتها على الصمود أمام تداعيات أزمة كورونا. مجلس النواب كان ومازال منارة بترشد الشعب في طريق الحياة السياسية.